الرحمن الرحيم. الأخوة الأعزاء، هذه الوقفة التضامنية مع الأستاذ المناضل الكبير عبد الوهاب حسين، لا شك أنها تشكل جزء من الوقفات التضامنية المطالبة بعلاج سريع للأستاذ عبد الوهاب الذي يرزح في سجنه ويتعرض إلى جانب أخوته في السجن إلى كافة أشكال التعذيب والتنكيل. ما يجري على الأستاذ بإهمال واضح لعلاجه هو جزء من حالة التعذيب التي يتعرض لها. نحن نطالب، سواء كنا في جمعية وعد أو في الجمعيات السياسية المعارضة وكل المناضلين والمجاهدين، بسرعة تقديم العلاج اللازم سواء كان داخل البحرين أو خارجها. عدم تقديم هذا العلاج يعتبر استمرار للتعذيب وفق المواثيق الدولية، وعليه أعتقد أنه ليس هناك من مناص إلا أن تقوم الأجهزة المختصة بإرسال الأستاذ عبد الوهاب بدلا من أن يقبع في سجنه إلى المستشفى ويخضع إلى اختصاصيين واستشاريين لعلاجه، سواء كان في العين أو في نسبة الدم أو كذلك في مسألة التنمون الذي يتعرض له جسده، وهي امتداد إلى مرض كان يتعالج عنه في لندن. نسأل الله أن يشافي الأستاذ عبد الوهاب حسين، ونسأل الله لكم جميعا الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله.